السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتم وعنا ونكسب وجود هم بخير تقيمها يغايها يقدرتي حشمة نجمودن في الولد ذلك جوديس جود هندون العالم كذا نجد دعوان الشان كنا سود وادا دعوة البرامج كأنه كلن كقوي هنكا أنت بعد كستكوك خلنا ست سنة وجد دعوتان تلفيش كقرن كتمريد الصومال الآن حرم ساعة سمة هرقي ساعة على البرامج كم حنقص وقاعد النادت كانوا سلنا هاي أقانتها أي أوليهين إن يبلشدو دجارسيان أو يجود بيان أي حبارسيهين هل كان أيوم ريان تلوينك يأقانت إليهين إدت كوده إلتي عليهين فكر كوده إن لقعتان هبين كان عاوة وحبرامج كنا وجو على السومر وليهين أتقدر كسان مدوميها سدرة أحمد محمد شقلي أحمد محمد شقلي أمر كذا دركتان وويل أدو دلير أدو ير إم بدن أدعاوة إسويدين يتلو محو إدين صابن دقيا أم بويدي كل حلايا إذا كهر دعي مايو سجايا إنه فاهمين يا أحمد محمد شقلة كوسو دو ولا البرامج شو كلن كقويهنك. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي أدون ما صنت إني معه شدون ولا لون كده هي برامج كقويهنك. يا أحمد واد ما صنت هاي أركن قدوميها صدرات كت قدوميها كت هاي شد كو أساستين سيا فكر كلها حلمة أبورتين. ولا أدون ما صنت إني معه أورك صدرة وما قاعد خلصوا قابي سومنلاند فلوريدا ريسيرش أسوسيشن لو نصوا قابي أورك هرمانيت دراسات كسومنلاند واحد أساس إني لو بدي يكون تمان كبشي تمان لا فريت تمان كذي مرجع حكومة دا مدحنا سيلانيو يا مدحنا كحين عبد الحماد زيلعي أي دنيار سيان تشانس رنتينا وإحنا وضي أورك فايستي تشانس كحكومة دوسيسي كل يوحى فكر أبورمي أو قابورمي هل شخصي وعنيقة الله سبحانه وتعالى أساعد يا رنتي فكرك يوحى هيرك على يوحى كده ميلا بدك هنا لبيت تمنكي مركه هولا بلا بنا برنا وفكر برنا ومعرفت هول دقعة وهيرك شا مركه على بدك هنا تمنكي فكر بوها لبدك هنا لبيت تمنكي يوحى كده ميلا وهيرك علي ما أنت أنا الحمد لله رب العالمين عاجيه سكوت كويس تاجي سببت أنا واسس رنتي واحد واحد هين دنيرة رنتي ككل سعتي جودة تمرد سمالان واحد قرو سنة أبغى قرو وقت سنة إن لجمر ما أنت هاي دنيرة لا حلابور كدوين أوردة كلام دنيرة ده واحد ترى أوردة دنيرة آدو فربضن وتمرد سمالان لا ده هاي وكان السن جوبلة ده كي تمرد سمالان حسها تأوردة سرنتي واحد كقول درستين هدفك يو تدون كل واسسه أنا تأكد دول إنه واحد نشعل السنة أنا بشيل سومنلاند سيبر ده نيرة تصنو واحد كدوان الرضا وشيت الكوبات الواسس إنه واحد إن الرضا كلا أنا تصنو إن هيد لا واحد لقبان كرو هيد هو هيد سما فرع واحد مشروع خصو قاعد أنا ودن كواحد قبته هساعت ودن كوا على هذا كل شيء هذا مارت سياح ذا هذه كوسو توسا أدي يا مارتي ده نبدي سبر وقدي سب يا مارتي هرمك يسبر نتيلة مركا بشيت كوبال واسس سبحان الله دنيا سو مالنا تصنع إن أور دنيا رالا سمين كرو بروشة دنا وحلو قبان كرو إيه ولا ساسه إن أدد ما هتصنع هاي مركا سيد كدورة تان ذو حقوق بتان أور كينن إيه ولا أور كسيد كوارد تسمع عيسى صدرة وحكي كوبية لبوا واحد واحدة هرمرنت يو واحد دراساتك واحد هرمرنت واحد هوس ما ده دور برامج واحد كم ذا مشروع على ده مشروع رجابور كده اللي يرى ذا واحد كم ذا سيدو كله برنامج كيسونا اللي يرى ذا دير جلين ترى اللي يرى ذا واحد كله كم ذا برنامج كله يرى ذا سيدو كله هرمرنت بروشة ذا يه برامج كله عادو بدن أساتي قيبتها دراسات كتوين واحد قيبتها واحد نتشي ذا هرمرنت قيبته وين واحد وين مشروع على نهر تشابور كذا نيرة وحنا نهر تلو عبورة عرض كسا يا عرض كسا ودوكس السرقة صباحي أو أنا ودي إن تشامعات قارن كواسول لقارتية تشامعدة يلا بقول كي بعفرت لقى بحيو ما ارتفيق تشامعدة في الليل الحمد لله ما أنت أي مرة يعني شن بقول إيو كنت عرضي أو كرريتة تضبط تشامعدة وكفي على قبيلة إلى برعو سنة كنا قرشين وشرتين قارن مقالين كخلص وما لا سيد بور ما لا عاند عرقاب يبرن waxaan runtii ahay riyo maanta samaynta wax aad aan ugu farxanay waxaan runtii ka qalin jabiyay 120 arday waxa hadda shaqeeyayna 20 arday runtii waxaan noqotay waxaan aad iyo aad ugu deersanay bulshada Soomaaliland soo dhaweysay in aad baad mahadsantay
رج أبورك تاد صو مقعودة أوركينو تكقيم قادتان دين عدل يرضاين سملان دقالها أن هيسن كام عدها شد كو دورتان دت كار دقالها يو أن هيسن سيا يدين كنا أرتا حديث بها النبي صلى الله عليه وسلم قفهم بلالن كوم محنقن إلهين وما محنقن واحد هيو رنتي كلا رتي أنا يومتك من المسؤولين تشاو على كوي على مقالها رقيسة وشير وليا لني رنتينا واحد نغطي واحد إلهي لو محنقن شركي كدب نكا مسؤولك فكر بو كاني رنتي أنا قدومي أورو كان رنتي ويسو بنيجي أنا واحد لك هاشي رنتي وسارد واحد برشدة أنا يوسف يقول رجال كل ما يقاسمي هو وسارد واحد برشدة تعال نسرع هذا نتشو وسارد عدالة ده مدن خضر خضر ديرية ورنتي مسؤول أديا نسولوي سلوك لا واحد برنامج كان إلهي كسوك هيرجلي ونلقى على تي أقرأ وصتي إن دنت دنت كديه تعرفنتي أبا أنا ودينا كام على قلنا لو عاويو أولي بفهم كي يو نظام كي يشرع لي يو مارتي وحي الله بحنا ودان هالجريسي إلى هداية ما ماذا رنتي سمعلن وسيرك وسيرة دا وسيرك ديه تا وسيرك هوانك وسيرك ديجان كسو سمعلن كمدا لقدر ما وحقة بتكجا إلى هاي لها كتساتي وسيرك وسارد دماريا دا وقاسنا هيدو سيرك وسارد وحبرشدة يلا هيرجليسي يلا ما أنت لا رنتي أشر كي حسنات كنك بدن شن بقوله أرضي والدين تود رنتي ودعيان أنت كدبنا وحرنتي سلوك كلا كقيب غاتي ويسون هيرجلين تا قيب كاها وسيرك كلا يكون وسارد صوب مري سدا فرح جيد ولا يا رنتي أقاسمي أشر كم إذا هين أبي أحمد علي رنتي وح درين للهراء أو دنيادد ما أنت رنتي أمد وحوت هري وحنا كلكم في الحسنة كام عاد رنتي وجوه ريا برامج كاهر جليه كام عاد علفاء يو بدونك حين كام عاد سعد الصق حاج حسين ورنتي موادن وتاجن هرمين تبوشديسة ورنتي فكر كاسين نلا ولاقي أنا ونرتن أمد السومال لأنو فايديني النوعي ما أنت وحي أردت أسيرك تان كام عاد كويا لا مجاله رجسوا كلا علفاء نيو جنريشن كام عاد عصوبة يونيتي كام عاد الجيسكا غيبة الشريعة شام عدد الدولد يكون تعلق قبيلة يلا راتي ما عدد سلوك لا غيبها شام عدد برعو يبر برا شام عدد ألفا وحنا كنا توينا هنا وجود منه شام عدد كلكوا يلا وضن كا وحنا مركز سديارون هنا نسولو وينه شام عدد كستا أورنتي وما دنا يرتاح وقبل نص وحنا مرنا نظام أي وسير كهرباء برشون نو ديارسي نو ندتيسي أو فهم يشروا ذلك بحي أرضها رتسينا وامد ندم كذا إيو شروط هذا قلة وماركتي وسعرده حفرشوا رنتي نقلة شقيسه وأنا رنتي دبرامش كم ذا وحياه أورك نكوف عنه إلى حد أنا وهايو إن ما شاء الله إن أحمد شغلات بدو ما حسنت هاي ما يسكت إذا عندنا عكلا إن عدد كعد وحبرتين التعب كعد جلسين بري أنا قنت وده الله فريسان أي جريه وده الله فريسان ed wada kala u banaysan oo sidii ay u heli lahayn shaqo abuuris runtii waa fikrada nagu jira acaal halkan isagana ugu mahadnaqo wasiirka wasaaradda hawlaha guriyeynta gaadiidka mudane Cali Xasan Maxamed Cali Maraxaan runtii ardaygii ugu horeeyay ardaydaas ka mid ah shaqaalaysay kana dhigay afeenka wasaaradda hawlaha guriyeynta gaadiidka runtii arday badan oo shaqeysa oo qaar macallimiin way jiraan ardayda kale aan shaqeyno runtii ururkan ugu talagalay inay ku toobartaan runtii saax u helaan shaqo waan ogsoontahay maanta dalkeenu wuxuu marayaa meel aad u wanaagsan waxa ogsoontahay maanta dalkeenu inay shaqo badan taalo laakiin anuu talaabisanay waxa weeyaan maanta waxa meesha taala shaqada way taala laakiin ki shaqeynayba runtii aan diyaar ahayn oo doonayaa inuu kursi ku fariisto waraba inuu markaba uu lacag helo oo markaba inuu kursi qurux badan ku fariisto hadaan kula wadaagno macay tani 2000 iyo maxaan ilaadaa 9kii oo ka qalin jibi dugsi sare ila maanta waxaan qabtay shaqooyin 7 kor u dhaafay waligeena ma qaadan mushaar waligeena mushaar dowladeed ma qaadan waligeena mushaar shirkadeed ma qaadan walilahi xamdi 7 isuu shaqaar baa wasiir la taliyaan u ahaa ila hadda aanu hay waxaan ku faraxsanahay runtii halmigaygu nayahay inuu halka meel ka sareysa aan gaado ta waxa la dhalinyarta aan leeyahay shaqadu ma aha takliya runtii mushaarka lagu qaato laakiin shaqadu waa xirfada iyo tobarka iyo way aragnimada laga helo waxa ogsoontii marka shaqo la galiyo in la yiraado
waxaan u baahanahay 5 sano ama 4 sano ama 3 sano oo khibrada khibradaas horta waa mid keenaysa mutadawaca waxaan halkan jecelay inaan uga mahadnaqo dalada Sonyo ee dhalinyarada Soomaaliland oo 2009kii aan ka mid noqday oo runtii qaybta volunteer system-ka iyo laftirka way bartay oo maantana halka ku soo gaaray walow aan isku sharaxay gudoomiyaha dhalinyarada hase ahaatee munaafaqad iyo runtii isciriri badan oo dhalinyarada ka dhexeeyay darteed aan ku waayo runtii xilkaasi markii dambe aan talaasulay ururkana uu ka dhashay markii Sonyo Janis uu weeyay dhalinyarada anuuna aan nidi da Sonyo wayna tababartay meel fiican bay na gaarsiisay anaga laftarkeeguna runtii culaysada badan ee Sonyo haysta qayb ka mid aan ku qaadinaa iyada laftarkeeguna howlo qaran oo wanaagsan bay hayaan anaguna runtii waxaan is leenahay bal qaybtii ka aadan bulshada iyo horumarinteeda ka qayb qaata aad baad u mahadsan tahay marka caqaladihii ba dhibaatadii ururka waqtigaasi la soo darisay markii asaasiisan waad ka gudubteen ururka laftigiisa ma u yaala xeer in qof aad ku dooran kartaan oo ururku isbedelayo hadba sida dee shuruucda u taala ururada kale oo qof lagu dooran karo walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay kulay marka hogaamiyuhu wuxuu jecel yahay mar walba in isbedel yimaado runtii 2003 bay ahayd amba 2002 markii ugu horeysay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo xisbiga aasaasiga kulmiyaan ogaa anoo dugsi hoose dhexe standard 3 runtii madaxweynaha waxaan runtii aan jecelahay inaan uga mahadnaqo inuu wada iyo tusaale iyo hilsi fogna tusay waagaa waxaan arki jiray madaxweynaha runtii soo kordhiyay xisbi isla markiina xisbigu doorashadii galay doorashadiina runtii laydi 8 codba lagaga badiyay hase ahaatee uu talaasulay kulay madaxweynuhu waa madaxweyne aan islahay aniga nolosheeda qayb weyn buu ka qaatay marka laga tago waalidkayga waa qofka labaad runtii aan u mahadnaqayo waayo laga soo bilaabo waagaa ilaa maanta isbedelada nolosheeda ku yimid qaybta ugu weynsaa ku lahaa ilaahay ka sokow tusaale hadan kuu soo qaato aniga waxaan ka mid ah dhalinyaratii dhalatay 1988kii 1930kii mi habeenkii Hargeysa la soo galay waagaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu hogaaminayay mid ka mid ah ururadii dalka dib u xoreynayay sidoo kale 2010kii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu waxaan u jeedaa 2003kii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ka qayb galay doorasho doorashadana waxa la yidhi 8 cod baa laga bidiyay iyadoo la arkay siday ahayd taageerada bulshadu madaxweynuhu dalkiisa iyo danta ummadda ayuu tanaasulay iyo nabadgelyada anuuna 2012kii baan isku soo sharxay 27kii 28kii December gudoomiyaha Sonyo anoo tanaasulkan wanaagsan ee madaxweynaha raacaya taalib tirkiya waan ka tanaasulay sidoo kale madaxweynuhu wuxuu wareejiyey musharaxnimada xisbiga kulmiyo isagoo maanta awood weyn inuu mar labaad oo xaq u leh inuu mar labaad isu soo sharaxo anoo runtii maalmaha soo socda iyo bilaha soo socda waxaan wareejin doonaa gudoomiyaha runtii ururka oo aan ku wareejin doono wiil amba gabadh dhalinyaraha kusoo jeeda gobolka awdal amba gobolka sanaag amba gobolka sool iyadoo shuruudaha looga baahan yahay inay ka mid noqonayso inuu mutadawac yahay oo volunteer ku shaqeynayo inuu daacad yahay inuu kaarka dhalashada Soomaaliland haysto inuu runtii jaamacad ka soo baxay inuu shahaadada dugsi sare haysto iyo sidoo kale inuu runtii yahay waayo arag arrimahan ka soo shaqeeyay waxaana jecelay tusaalooyinka madaxweynaha wanaagsan anoo raacaya in meel meesha kasii sareysa runtii aan gaadho waxaana ku rajo weynaaba inaan madaxweynaha mustaqbalka aan noqdo maanta madaxweynaayo kulley meel fiican buu dalka gaarsiiyey halkan waxaan ku hayaa gabay aan dareenka bulshada jecel inaan la wadaago markaad fursadii siiso oon ka tiriyey dee jaanisyada badan iyo waxqabadka badan ee madaxweynuhu bulshada runtii uu u qabtay waxaana la yidhi qof aan bini'aadamku qof aan ilaah u mahadnaqo madaxweyne uma mahadnaqo maaragtay ummadda waxaan jecelahay runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaayo ku-xigeenkiisa mudane seelici marwada koowaad marwa aamin wares marwada labaad marwa raxma wasiirka maaliyadda samsan cabdi aadan iyo wasiirada kale ee siyaasadiisa ku shaqeeya runtii waxay keeneen inaan bulshada Soomaaliland u qabanno waxaa ummaddu u arkaysto waxaana ku rajo weynaa in wixii hiil iyo hooba aanu la garab istaagno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad baad mahadsan tahay goordhow waxaan eegi doonaa gabayga aad noo soo bandhigi doonto annaga iyo daawadayaasha hase haddee haddii aan hal su-aalan afkaaga ka dhanasada dib ugu noqdo ururka waxaad tidhi waxaa loo baahan yahay dhowr gobol oo Soomaaliland gobolada bariga weliba u badan in qofkaa loo baahan yahay oo la wareegi karo xilka
سيد مركّب قفّك ما ذا أدورنا يو أو يجمعنا يا مسا وميت جدي اللو قام قابلنا يو أو فرتاج يعلو قادنا يو. إيه ولا كل ده مركّب إنستيتيوشن يعني أور مركّب لا و وداد سكون. ده كاسينو أنت وداد سكون فكرة. أنا وفكر كواحد لها أورك لكن أورك وأور ده وسعر ده قرشين تكمل ده أوردة كدوانكشن. ده سيدور كلنا وأور كمل ده أوردة سهم فلك ده كتيرة. أورك هو حكسه قد بسياسة دي هراء أهل أورك صو صارع. ما أنت نوع هو قد بسياسة عصبة أورك أور المحلية أوردة سهم فلك ده كتيرة. رمتي أنا ونلام كرعينا كل وحي لندن تا شروطه قد ده قلع السرة أورك أكو كمان تدوح منو ده كجديد جديد سجوع. أي شركة يعلن دهنا، إيه أنا قدومي دهنا، لكن سه مواد كستة أو أن تعلنا هاي أو رنتي شرولان سوتش شغني مارت الله، كنا سوتش ده قبلة أوزل سول ثناك، وأن تعلنا رنتي، إنه أنا قلت سلام بالحمينة وتناسلين مشرح، مصبيه عبد الرعينا، إنه أنا وأنا أنا حلك هي رنتي وتناسلو، تحسين شارف عدي دهنا، بيش ديسمبر نوصف الكل. إن شاء الله. إن أدبض ما حسنت هاي إن قبلاً قعدت نجوا هيسو وحنش علنا لها بل إن أنا جا إياه ده وده ياشا أن نقشيسي. أرنتي أدبض ما حسنت نمعه كل درينا لك الدوينة كدشة ما كاد نرش قيمه لك الدوين كتيرته واحد كينس إن مركز قار أبعد قبيضه أبعد جيرارته أرنتي واحد حسستها ده مركز قفكو حول بلاهو بلشين إنه وايد بلشين ونعكسن. حسنا تم مركا الاسكيل شوكتو البشرة الاسكيل شوكتو واحد تعيش رنتين الاسكيل وده شو لكن معناته كذا غضو هذك أي تغنيا دافتو رنتي واحد مادة على سبلاً بشرة نوى بشرة ونكسن واحد تعيش هنا لوده شو حسنا تدتك قاروك اللي دوين هنا مدبه سيه هم لا دابولي مدحونا تمرد سنة مالنا وحولي لأن يرى ذا واحد نقبانية واحد كان يبوق يوم مرتي بلنقادو بلنقادو لسه واحد سلي أنا وجد واحد نقدر بحي كيت كاسو هي لامو بدن لامي قاروي قلن قارن رتي وي وي قوينو ولي وي سي بخيا كو قلالاي وا كوي غران واي جانس كو مدخوينو سي كو رنتي قوينو وا كون اني لفتي كميد هاي رنتي كفايديستي ما سدو ااد ودر كلي 2014 كو يسو بخل وحي كالسا وح قبت كان مدخوينها جمهوريه سومالان يا حكومديسو هوغامينيا اي دلك لا غريب ساغتي ولي وحان ان ارق انو مدخوينه ابا هوغامي لميد احمد سيلايو وان أدان خودر أنا معي لابد يكون يتوكل مركم مدحونه كتاب وقعنت استعري وعن هاورية وعن رتاعنا مدحونها وعن كل سورية كمرة ذير كمرة ده واحد كان إن قربها تشوجا ولا لا جولد يستحيل في حسوا رعادة لكن هو اللي جس حافظنا ما نبرن ما لنا كمان قلنا وحسن شعر بلينا سوسو صار ليه بلوت كده إنه الله سبحانه وتعالى الملك لا خير بلن أي يقد بيه وحن شعلي تحدا أو قالوا ده وأمي ده دادوك تحدا الناس وها الكلية دادوك الله تحدا أنا يا هلابوري وحنا لا جدل وحنا كهلا سلام مع وحقبتك ما شاء الله ما هي قبيا لكن درينا غار وحن كل كين أنا قبيا ده أبعد جيرارتو كل شيء هي بوين نقول كرتايا أبعد هي محل شغله إن بدنا واحد وار كيسو قبيا أبعد جيراريا لكن ده تنلف تركيبه ما نقول كرتوه هبو حساته واحد سلاي ودنانو بكدارته ما شاء الله ما نسأل نبعي أدن سوق وبيع كل لامسة تحدو واقرشة تحدو واقرشة جو شفت هذا اللي قلت هاي قرشة ده حقيقة يوم رنت وين وذا قرانو قبتو قب وذا فلسطين أنا عاو قبل جيت شفت هذا قرشة جا واحد نقول قل لي هاي إن قرب الجولها هذا مو قولي كرو انتو نولاش كو قودة شيرو شخصي قالي أبال شيرا شخصي قرب قلانا هاي شخصي قوشة قران كبا شخصي قوشة قران كبا او قود لدن راعو او قير عربان هاي كو آمدا دل كني كبا شخصي او هيد قلو او دقال قلان هاي كو من نمدا قران كا شخصي قران ايان هاي سيدا لوقو آيو نفت لوقو آيو لوقو قلق دقال دا شخصي قران ايان هاي مدود مجد لين كرا نيكا جي كبي كرا نيكا جوش لين كرا نيكا جول كدا لين كرا نيكا جي دشين كرا عدالة لين كرا كرا نين سنان تقولين كرا نين أوجان نين أوجان كرا ناي نيكا جوا نورش باهية جودة هيال قالا وحو قوان كرا شخص يدير قليو كرا قارن تان هاي دور تا جون تو دور كلا قرتو أوبن دجدار كجبي وانا تاه أو قالا نيكا تلا جويا جودة هندار كديسا قوام هذا دار كبا وده هرت قرا عدو هاي هرت فان هالكو قالا هرتا قرأ
horta gara wuxuu taray horta tiri wuxuu geeyo wuxuu galo wuxuu gudo wuxuu gooyo wuxuu gaaxdo madaxweyne Siilaay wuxuu galo madaxweyne Siilaay wuxuu gudo intuu guulo intuu guulo uu taray garwadeenka intuu hayo geediga dalkani waday wuxuu gartay wax guul dhala oo shacabku garan laa muddo badan guyaal badan intaa garo intaa fahan wuxuu guday wuxuu taray wuxuu galay waa ka ciidamada gudniga bar darajada garbaha sudan ee kala gudoonkiya dhashay guusha ugubka ninka gartay miyaad garan nabada nin gogol dhigay gaashaan dhiga nin dhigay saas ciidamadii ka gunadii u kordhiyay miyaad garan aqoonta mid guul baday gini iyo hanti la'aan dugsiyada in lagu galo ka dhigay miyaad garan caafimaadku inuu gudbo kana gudbo halkii hore goobo badan inuu helo xukuumadda go'aanka dadka ugu garnaqayaan ninka haga miyaad garan shaqsiga garsoorkii halkii ahayd ku soo gudub una gudub hal dhantuun tababare garsoornimo loo fidi garsoorkii howlihii guud laga qaad xilkii guud loo tiri rag garan kara aqoontii garsoornimo ninka gartay sidaa ladan ciduu yahay miyaad garan wax soo saarka gobolada beerihii galeyd iyo gasiinka iyo midhaha guud dhiirigelin la geliyo loogu baaqay gar heer sare wax soo saarka garta oo tacab geliyo loogu baaq siduu usoo go gasiinkii la cuni lahaa lafdhabarta geeganin xoolaha u haa guul iyadoo gar laga dhigay dhaqaalihii la geeyay heer uu gaadh meel sare golayaashii qarankana loo hordhig miisaaniyad go'an middaasina guntoo xidha shaqaalaha shaqada gala ee qaranka kala gura howlihiisa guud badi gulnadi iyo mushaharkii libilaamo loo garay dalka guul u dhalatiyo aragtida nin geesiya iga dhun abaal guud waajibaad la garan lahaa dhalinteeda gedigeed ciyaartooygii gobolada gedigoo la horumariy oo xilal gobolnimiyo loo tiri xil guul dhala dalka guulaa badan oo dadka talada gooyo ay garteen ayaa badan haddii jidadka guudii ay tahay dhismaha gobol shilalkii dadku galay gaadiidkan wada helin gedigoo la qaabiyey sida inta dhiman gar la dhigay jidkii dila bal galab arag guud ahaan dalkaba qaar laamiyo la wada geli sii wajaale goor hore kalabir la hoos geli ceere gaabo lagu guus guda ilaa dibad wararkeedii kala gaar gidii qaranka la horumariyay warfaafinta gudoonkeedii idaacaddii la gaarsiiyey meel kasta meel geeska kaba dheer tv kaba guur godkii hore halkuu ahaa una guur god heer sare lacagtii gimbaarta gobolada dhex tuurnayd galab dheerna laga raaf bariishkii gabiyada galay boqol cisho lagu gabagabeeyey aqoonsigu halkuu galo madaxa la wada geliyey raadkiisa lagu guro iyo raandintiisa lagu guuro wasaarihii gaboobo falxumada ku guntaal gebi quruxda loo fidi tita inaan gunaanado horta guulna maahe geesiga waxaa taray horta yaa la gees marin geesiga dalkaba dhisay aqoonsiga ka dabagalay naafada garab galay musuqmaasuqii kii gubay midka galay abaal guday horta yaa la gees marin gabagaana horti waxaiga keenay dareenkaasoo runtii dareen wadaniyeed ahaa madaxweyne Siilaay runtii markii uu xisbiga ahaa wuxuu aha nin sal balaadhan maantana waad arki kartaa dee in Soomaaliland oo dhan isku hayo de waxaa jira hogaamiyaal xisbiyo doonaya inay doorashada galaan doorashadana runtii waqti dhow baa ka hadhay haddaan dhalinyarada Soomaaliland nahay weli ma aragno hogaamiye sida Axmed Siilaay u sal balaadhan laakiinse tolooyin badan oo hayno haddaan la wadaagno waxaan ku rajaynaynaa inay sida madaxweyne Siilaay isku sal balaadhin doonaan madaxweyne Siilaay gobolada dalka oo dhan baa ka muuqday bal haddii wax kaleba ka tago waagu gudoomiyaha xisbiga ahaa dee xogeyntiisa gaarkoo keliya ta markaan eego isku deegaan ma ahayn marka gudoomiyaasha iyo musharaxiintana waxaan leeyahay madaxweyne Siilaay hayno noqdo runtii muuqaal adeegsataan waxaana runtii halkan jecel ee mustaqbalka insigeega fog maalin hore madaxweynaha la kulmayna waan sheegay waxaan jecelahay runtii dhalinyar badan baa qaar waxay taageeraan Cristiano Van Dam maaragtay Obama de qaarba waxba xiiseeya laakiin anu horena waan u sheegay waxaan jecelahay inaan Axmed Siilaay mustaqbalka noqdo hadduu allaydmo rag qaar baa guulwada ay arkaan laakiin guulwadaha laftirkiisa maa taqaana micnihiisa guulwadu waa ninka guusha dhalin kara marka haddaad guulwada aad macno kale u haysataan waxaan idin odhan lahaa guulwada waa ninkii guusha la saaxiibka ahaa waxaan odhan lahaa guusha dhinacayna kasoo raaca Axmed shaqale waad mahadsantay walaalo fariimahaaga iyo muxuu ahaa tixdaadan in badan waan hubaa inay soo jiidanayso oo ay ka helayaan waxaa jirta ururkiina Sadra in aad sanad walba abaalmarin bixisaan
حد كدورة تندد كأدا بالمرين تاتسيسان رنتي نمعي أدو الماسنتاي سنة كي لابدي كونيا لابدي تبانكي واحد سوكريني أبالمرين أنا أقول ما عدري أبالمرين تسنة كي أدنت جودة دريك بروشدة وحنو ترجع لين دتك وناك سنة بروشدة وحقوق تعدي دولي ديني عدي قيمة كلام بروشدة هين إلى ندري قلينا أن الله جرب استعنا ندري قلينا رنتي أسهلت وضدي أنا أقول لك بروشدة سمعنا قيمة كم ذا ومودي إلى أنا قلبت تركي أبالمرين تاكو هلا هنتي واحد نقد ضرب لا بيرام شرنتي لا مذا runti inuu ay wax soo dhawsan guriga lixaada ururka oo ku beegan 14 bisha oo ku beegan maalinta jimcaha waxaan halka ka sheegi doonaa in markii bulshada la yeeyay siyaasadda guud ee ururka wax badan baa iska bedelay abaalmarintaas runti waxay noqotay abaalmarin ee siyaasadda laha ay bulshadu ka duuday laakiin waxaan balan ku qaadinaa abaalmarin in la bixin doono kooban oo tayo leh oo la siin doono runti 10 qof oo sanadkiiba la soo xushay oo siiba dhalinyarada Soomaaliland أبو مسؤول هذا أبو قف كلا هذا يا واحد سوكري تصار هان سنة كده وا أبو المرت اللي رجعت اللي يرى واحد ترى إن الديارة سمي دوك سر نور الدين بريكتا وفونت تو بان فيلا يا هذا تريبو قدبي دكاسو كلام مرك اللي دي رجليه ده واحد نقول مجتمع كلا يجون على بور كلا يجي إن فونت اللي دي رجليه وحنا نقول قلنا يعني أبو المرت إن دي رجليه نقطه وأنا نشوفني أنا وقامو بدون أورك قارك كمارت دولنا siyaasadda guud ee abaalmarinaha la bixin jiray waxaan la bixin doonaa wixii ka dambeeyay 10 xubnood oo gobolada dalka ka kala socda oo qaarba ay matalaan xirfad ama qayb qayb gaar ah iyo haddii la soo raaciyo hal mas'uul oo aan mas'uulka la yeero wax taray anagu waxaan u dhigay inuu sameyn karno kaliya ka dhalinyarta wax la qabta ee nimcay taasina runtii waxa islaayay oo waata waxa ku soo xulanay noqotay kala guddi baa jirta oo urka wax saaran oo qaybta daraasadka abaalmarinta kala soo gasha guddidaasi waxay soo xushaa dadka kala duwan ee wax qabtay ee qaybaha bulshada sida xukuumadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada hadda wixii ka dambeeyay 10 xubnood oo dalka ka socda oo hal mas'uul oo dhalinyarta wax taray iyo 9 kale oo wax hal abuur la yimid hadda halka waxa jira dhalinyaro hal abuur la timid oo kasoo jeeda gobolka awdal waa hablo wixii ilaahay waxaan u baahanahay boorama inaan ka sameynid xarun darbijiif waxay u nahay ummada dhalinyarta ee masaakiinta runtii aadka u daada yar ee dhaxanta iyo runtii ay dalxumada dishay waxayna sameeyeen runtii institution kaasi wuxuu noqday mid maanta bilowa dhalinyar badan runtii dharkii ciidda bustayaal cunto wax walba la garab istaageen anagana waxa naga go'an inaan dhalinyarta hiiliyo hoob la garab joogsano si xaruntaasi u noqon lahayd xarun runtii dhisan oo xarun noqota maaragtay dalgu daryeela darbishiif jiifka boorama runtii fikra badan kala dhalinyartu sameeyna runtii nimcay way jiraan haddana halka ka xuso maanta dee dhammayn kari maayo laakiin waxaan leeyahay dhalinyaradii dalka janis baa yaala janiskana hadduu ilaahay ku garansiiyo de maanta waa noqon kartaa qofka doonis maansa jirta aan badnayn oo noloshay ka hadlasa noloshay waad hagi kartaa noloshay waad hanan kartaa nolosha waad huri kartaa haliye baad noqon kartaa hubaal waad gaadhaysaa waxaad higsoon lahayd haddaad ku dadaasho uun haddaad ku haraado uun haddaad ku harbeesho uun haddaad ku khayaanto uun haddaad ku hingaato uun haddaad ku higraato uun haddaad ku hawoonid uun haddaad ku halaabto uun hubaal waad gaadhaysaa haddaad daba joogto uun haddaad isku hawsho uun hubaal samirtuun ayaan xaqiiq waad heli kartaa waxaad higsanaysa uun haddaad bal aqoonsatuun inaad tahay lama huraan naftiisa hagaajin kara adduunyada higsan kara haliyeynimo sheegan kara hankiisa ballaadhan yahay heerkiisa wanaagsan yahay haddaad bal aqoonsatuun hubaal waad gaadhaysaa waxaan ku hanaaqda uun ninka dunida hagee dhaqaalaha haystee dhulkiisa hagaajiye hanaanka samaysteeye harkii dayaxii u baxay hubaal waxaan ku hubaa inuu kula hayb yahoo hubaad nebi aadam uun dadkiisa ka soo hadhun hubaal maskaxdaad wadaa hog weeyan aada u dheer haddaad bal adeegsatana xalal weeyan xalal kar badan halkuu fikirkuba ka kaco halkuu fahamkuba ku lado xusuusta halkaad ku wado hubaal waad gaarisaa maasada labaad ee nolosha waad hagi kartaa anumaa sameyn lakin waxaa sameyn nin dhalinyara oo halabuura oo leedha maxamed xaashir ama gaariya cusub oo kasoo jeeda gobolka awda oo jaamacadda camuusaadka ka baxay oo magaciisa leedha cabdiqani maxamed xuseen cabdiqani mandela oo runtii nin halabuura aada u daayar oo runtii soo kacaya.
سيروا عليه الله بركة ما شاء الله إن أدبض ما سنتهاي إن أحمد محمد شغلة إن أركينا إن سدرة ما تسلده هاي بلشدو وباهنيد وباهيب وقبتي قيبة بدن كده بعشان إيه والله إن معي أدي أدبض ما سنتهاي ده أرك وح كيف هذا استون كانت كحكومة ملحمنا سومالا قالوا لنا كي هاي عدا نيرت سيسي ما أنت واحد شراء دينتين ويشكته قاميه والله ومدونه وامره ومديسة واحد ونكسن وقبته واحد حسنا يبلشر قاله ده هو قاميها ونكسن سومالا كالنتو دنيرت سيسي ومن أنونا كيف هذا السنة بلشرنا وحوت الرئي هذا أنت صالة كوسا قاته إن كان بدن بقولي يشان كن أو دولار أيام مددي أرك شراء ليه تسرع سومري بقول يشان تاكون الدولار لحدا كن أو كم ده waxa bixisay xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland asaate ma aheen waxa hal mar oo bixisay laakiin waxa ay idu dhalinyarta ugu gareystaan xayb igumaysiin waxan dadka dheerahay nagumaysiin wax kale laakiin dhirigelinta ay gareystaa gaayo ee agjooga chaniskan ka faa'iideysanay ayaa nagu siisay runtii 150,000 hadaan gudoomiyahay anuu mas'uulka ugu sareeyaa wana wooday inaan guriga ka dhisto inaan dhoofo إن سيدا أورادا كلا شر أكون قارا كشوفته لكنه توا عن كدور بري إن بشدة وحوقفته مركان كا كتجوه جميع وناسين بشدة رنتي وحوي ناسين دلا قفته دين تسوى كلا وين شكتي وجميعها أدي رنتي أي تيران وحيا بده بالعالم ويا ن أد سيد الله بحنا عن وقفن تسيس نستحيل نوشيو رنتي وحن أود نحسنا ما أنت اللي نرى سومالي إن رنتي أي واحد بدن حكومة دو قبطي أي لجرب استعكتي لكن ولي وساردي كم مسؤول كهيد أد سياسة ده هاي كلهيد أد اسمه يالبا لورسي إن استوشنا هيرجلي لكن ما تقولي وحنو بحنا هاي ماذا حوين إن الله نعم جعبه مسؤول ده نيرة أرنتي أدو دهنا سيل عباك سو شيء ده ده نيرة سياسة ده ده حكى بدله وحقله شيء على قرب شوك سمعنا لان أدي بدك شوكا يعني نقول معنا نقول خالد تقوله كان كلهين برامج كمشروع رجابور كي أردا دير تلوه كابو يقيبه كله يعني واحد لانه أوركني وهو كذا شيء ترتن قرب شوقي يقرن شوقي دحمري أورنتي عيارتي نقولي وصعتا واحد أنا أجدنا بالعيد إن شاء الله جوش رعلو إن أدمت ما حسنت هاي إن واحد نسوق قرني حلقين هوا دسكم مع سلامين دونا إن شاء الله إن أحمد شاتي قبل برامج كانوا نغان دونا إن شاء الله إن مشلي ده الأورب كوين تاو كسي بدنيا وكسي بالعدين عشان إن عاوا يا دردارة هل كانوا قد شيء دينا عشان أنتوا كلهم يتكلمون يرد سومنا عشان دردار كعوسة ما يسي عشان فكر كعوسة ما يسي إن ضحك استقرصين كرتيد إن ضحك استأبوري كرتيد إن أديها أدب ما ست إني معه دهنتي أوربكم أنت وح بسين لح سنة بخلاص صوب بالعقل أبدي كله تمانكي أفريو تمانكي بشي أغسطس بشي يعني بشي أكتوبر ما أنت دهنتي وح مريا إنه لح تصدق أفريتون قبل شهر حفلة إن شاء الله ما صور كده عدونتها وسنة جوردي لحد ونالك عدين دهنا إنه أورك وجود بي أور سمفل عجيز كنت عجن هذا أحمد الحين رنتي وجود مين يتكلم وليتين دهنا أنا نحاول هيك شخص جا اللي هذا السنة جد جعنا رنتي قمن دهنا هذا نقطه ملخ أوب بهن إن ملحون على جلش غيانا وحدي أروه أنتم ملحون تشوفوا ناس متدبع نما ولاش غيره ونالك باق ودر يسد هذا حسب غرض والله يهي runtii magacyo kala duwan oo cod ku doonaysan ba runtii sidatan laakiin maanta waxaan u baahanahay in siyaasadii madaxweyne siilaaya dhalinyarada siyaasad la mid la timaadaan weli ma hayno xisbi buu ka qoray ama siyaasad cad soo banay dhalinyarada waxaan u baahanahay siyaasadii madaxweyne sal balaadnayd ee dhalinyarada wax la qabanaysay mid la mid ah inana timaadaan oo maanta waxaan aragnaa idii korontii degmooyinka cusub ee madaxweynuhu magacaabay xafladeega marka aad ka qayb gashaan idigoo ka tartama gawaadi iyo hanti ku bixiya laakiin maanta waxa u baahan hantida in laga garab istaago meelo muhiim ah oo sida uu ka mid yahay meesha derbijiifka boorada ee habluhu ku kiliyeysteen ee saddexda hablood iyo ciidamada dhalinyarta ku kiliyeysteen ay u sameeyeen runtii fikir dad waxaan leeyahay codku wuxuu ku jiraa dhalinyarada laakiin kuma jira degmooyinka haddaad maanta cod doonaysaan bal waxaan eegna kaalinta dhalinyarta siisaan waxaan si gaar ah halkan uga mahadnaqayaa oo runtii lixdii sanadkii ugu dambeeyay si gaar ah noo soo jeetay wasiirka howlaha gudguriyeenta gaadiidka Cali Xasan Maxamed Cali Maraxan oo sidoo kale Ilaahay subxaana wa tacaala uga barayo inuu caafiyo awlaadiisa iyo sidoo kale ummadda xanuunsanaysa wuxuu dhalinyarta taray wax wanaagsan wuxuuna runtii muddooyinkii ugu dambeeyay
dhalinyarta Soomaalida sida library-ga Burco library-ga Boorama kuwa kale gobolada dhalinyarada kale caasimada guud ahaan la garab istaagay inuu kaalin muhiim ah u kala qayb qaato madaxweynaha waxa jira konton wasiirro konton u dhaafay laakiin wasiirradu waxay u kala soconayaan dhalinyarada sida wasiirkaasi maanta dhalinyarta u garab istaagay de waxaan daraansanahay qaar horo badan inay jireen laakiin sida Cali waxaan leenahay de halkaas ka wad waxa ka jira Cali oo gawaadhi bixiya oo ugu daaqay degmooyinkiisa markaas ka diray dhiganay laakiin maanta runtii de waxaan ku faraxsanahay inuu dhalinyarada siisina u soo gaano aanu ku soo dhawaanay barnaamijka guntiisa dhalinyarta baaq baan u diray waa dhalinyaro runtii dalku inagu noo baahan yahay dalkana waa dalka runtii looga soo xoreeyay cadowga maantana waxaa loo baahan yahay maskax iyo qalin ku xareyso waxaan leeyahay saddex iska ilaaliya haddaad doonaysaan inaad horumar samaysaan ood ummadiina wax u qabataan olmeed gaadhaan runtii saddexun iska ilaaliya kow nooc ka soo balowday tahay waqtigaa luminaya laba tahriibka cabdiqani xuseen mandela boorama jooga wuxuu yihi anuu hawdiya hargeysaarkii boorama dhex jooga inaad holland iyo jenifa hoggii raashiga qabooga inaad u hilowda maaha qabyaalad baa aada maanta inoo dhex taal waxaan leeyahay iska ilaaliya wuxuu yihi timacada 1960kii dugsi ma la qabyaaladay waxay dumisa mooyaane dhalinyaroy runtii meel aan lagu soo hadqaadin hadalkii ilaahay ka nebi salallahu calayhi wasalam maaha meel fiican waxaan jecelay sidoo kale inaan noqotaan kuwi raaca dariqii nebi salallahu calayhi wasalam dhalinyarada waxaan jecelay inaan ugu baaqo dhowaan waxaa iman doona shirweynihii 8-aad ee dalada Soomaaliya waxaanan ogeyn runtii shirweynihii ugu dambeeyey buuqigii badnaa iyo hawlihii ka jiray waxaan ugu baaqayaa siyaasiyiinta iyo runtii mas-uuliyiinta kala duwan inay faraha kala dhex baxaan dhalinyarada awalba sida Soomaaliya isku doorin jirtay isku doorato ee iska dayso goboleysiga iyo waxyaabaha kale waxaana leeyahay hogaamiye toosan oo dhalinyarta horumaraya ayaa runtii loo baahan yahay waxaan ku soo gabagabeynayaa arday kasta iyo ardayad kasta oo jooga Burceela Boorama oo u baahan in 400 laga bixiyo oo weli jaamacad gelin oo dugsigii sare ka baxay waxaan diyaar weli u lanahay ilaa 5 amba 4 bisha November inaanu ka bixino 400 waxaana runtii aada ugu mahadnaqayaa wasaaradda warfaafinta TV qaranka barnaamijka qoyaanka ee nimca ugu horeysa oo ka mid ahay Xasan Baale Rombo farsamayaqaanka ee qaybta farsamada sidoo kale Cabdi Awl iyo sidoo kale dhammaan akhyaarta sida Samriya iyo guud ahaan Siciido qaybta dhalinyarta iyo guud ahaan mas-uuliyiinta wasiirka wasiir-ku-xigeenka agaasimaha maareeyaha ku-xigeenka iyo guud ahaan shacabka Soomaalida waxaan isku ognahay runtii inoo nabadeena ilaashana inagoo qarankeena ilaashana inagoo horumarka ka qayb qaadana iyo inagoo wanaagiyo hadalka wanaagsan isku sheegna inagoo isdhiirigelina nimcay aadna aad iyo aad baad umahadsantahay aad iyo aad baad umahadsan tahay Axmed Maxamed Shaqale gudoomiyaha Sadra waqtigaaga fiican ee lana qaadatay anaga iyo daawadayaasha waan kaaga mahadcelinaynaa barnaamij la mid ah insha Allah intaan iskugu iman doono guud ahaan baakhyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel wada dalka gudihiisa guud ahaan dunida caalamkeeda naga daawanaysaan waalidinku mahadcelinaynaa waqtiga fiican iyo sida fiican aad barnaamijkan alaabo ula socotaan barnaamij la mid ah insha Allah intaan iskugu iman doono anoo ka hardhacahayn asxaabta habeen kan caawa studio-ga ila joogta la-aantoodna idinkii anagu aanan is aragneyn xagga kamaradda quruxda badan oo inoo soo gudbinayo amba xagga mixerka oo inoo joogaan cabdiweli cumar maxamuud samriye sidoo kale dhinaca kamaradda quruxda badan ee idinkii anagaba iskeen tusasa cabdi cumar jibriil sidoo kale barnaamijka duuliyaha xasan baana rama oo isagoo studio-da igula sugan barnaamij la mid ah insha allah intaan isku imo doono waa anigii axmed shaqalo idinkaga tegana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu